هانتوما البنات، ها هي العقده ديال اللوز. دابا العقده راه شديت اللوز وسلقتو، من بعد فسختو حيدنا ليه القشره ديالو، خليناه ينشف ليله كامله. من بعد هانتوما راه طحنتو على هذا الشكل. دابا هاد اللوز مطحون غير بوحديتو، ها شتو القوام ديالو كيفاش داير. منين طحنتو غادي نقول لكم انا من بعد المقادير اللي غادي نزيد عليه والطريقه ديال التحضير ديال العقده. هذا اللوز دابا راه غير مسلوق ومفسخ ونشف ليله كامله، ومن بعد طحنتو على هاد الطريقه. هانتوما شفتوا القوام ديالو، غنعاود نبين لكم القوام ديالو كيفاش القياس ديال الطحين كيفاش داير. دابا غنوريكم هذه تقريبا كيلو لاروب، كيلو لاروب. ديك الرابعه اللي بقات ليا انا فسخت اللوز ونشفته وقليته. رابعه هانتوما كيلو لاروب مسلوق ومفسخ ونشف وطحنته، وديك الرابعه اللي بقات انا قليتها في الزيت. انا نوريها لكم دابا نيت. هاي تقريبا ديك الرابعه اللي قليتها في الزيت. هانتوما شوفوا اللوين ديالو كيفاش كيكون، كيجي ذهبي ياك. الزيت الا بغيتو تقليو فيها يلاه كتدفى شويه وكتديروا فيها اللوز، غير كياخذ واحد كيبدا كيصفر شويه كتحيدو، حيت من بعد كيف ما عارفين اللوز كيطيب كيكمل طيابو بوحديتو. الا خليتو حتى حمار وداكشي يقدر ياخذ لكم يتحرق ولا شي حاجه، ولا تعطيه ديك المروريه الا داز ليه الطياب. يعني خاصو يكون غير شويه يبدا يحمر كنحيدوه، حيت كيكمل طياب ديالو كيف ما عرفتو. الوغ دابا هذه رابعه، تقريبا رابعه. انا في الطياب ديما كندير عيني ميزاني، ما عنديش ديك القضيه ديال الميزان 100%، ديما عيني ميزاني. تقريبا هذه غادي تكون رابعه، وديك كيلو لاروب اللي شفتو غير مسلوقه ومطحونه وديك الشيء، غادي من بعد غادي نطحن حتى هذه، حتى هاد رابعه غادي نطحنها، وغادي نزيدهم على بعضياتهم. غادي نزيد ليهم مسكه حره وسكر كلاصي، حيت انايا اللوز اللي طحنت مسلوق ما درتش معاه سنيده، ما طحنتش معاه سنيده. كيف دابا بدل ما غادي ندير سنيده غندير سكر كلاصي، غندير سكر كلاصي مسكه حره زبده مذوبه وما زهر. انا من بعد غادي نعطيكم المقادير مضبوطه في الاخر ديال الفيديو. هانتوما البنات، بالنسبه اللوز عندنا اللوز اللي غير سلقتو هو هذا، واللوز اللي تقلى ومن بعد طحنتو هو هذا. هانتوما راه في الطحانه غيكون على هذا الشكل. شفتوا القوام ديالو كيفاش داير، ها هو القوام ديالو كيفاش داير هنايا. دابا غادي نزيد عليه واحد الكاس ديال العنبه ديال زيت ديال الزبده مذوبه، ومن بعد غنمعكها معاه مزيان حتى يتيدم. هنا وريتكم الكاس ديال الزبده قداش كيكون تقريبا، هذا هو القياس ديالو. كندير شويه بشويه حتى كنخلط داك اللوز كله بهاد الزبده، وغادي ندير سكر كلاصي. سكر كلاصي هانتوما البنات، عندي سكر كلاصي ربعه سكر كلاصي، عندي الزبده كيف ما وريتكم قبيلات راه كتذوبوها مزيان حتى كتصرغى مزيان حتى كيتحيد منها داك البات ديالها، وكتحمر شويه كتاخذ هذاك اللون اللي شفتو. عندي مسكه حره، انا عندي مسكه حره على هذا الشكل، ما كنديرش الاشهار ولكن جبتها من تركيا، زوينه وعندي هي على شكل بوماد. نتوما الا بغيتو ديروا واحد القياس ديال ثلاثه الحبيبات وطحنوهم مع السكر سنينه. بالنسبه ل انا هنا المسكه الحره غادي ندير تقريبا راس معلقه صغيره. السكر كلاصي كله غادي ندخلو في في في, في اللوز. والزبده قلت لكم راه كنبدا ندير شويه بشويه الزبده، ماشي د البواطه، الزبده اللي حيوانيه اللي غادي تشريوها شي ماركه اللي تكون مزيانه، باش تعطيكم الدل البريوات ديالكم، يجي المذاق رائع. ها
هانتوما مزيان تغربلو سكر كلاصي باش هكا الا كان شي حبيبات ولا هذا يتحيدوا ليكم. غنغربل داك السكر كلاصي كامل. شفتوا حيت ضروري ما كيبقاو داك شويه الحبيبات من الاحسن اننا نحيدوهم. بالنسبه للسكر الحره هانا وريتكم القياس اللي درت. دا انا درت القياس ونبقى غادي وكنخلط حتى نجمعها كامل. هاك خاصني ندخل داك السكر كامل داك السكر الثقيل و السكر الحره وديك الزبده. غنبقى نزيد شويه بشويه ديال الزبده حتى تدخل مزيان. هاد القناه راه ديالي وديال الوالده ديالي. غندخلو مزيان ديك الزبده في اللوز ديالنا. غندلكوها مزيان. البنات هانتوما شوفوا راني درت داك كاس الزبده ما كفانيش، يعني خاص نورمالمون 250 غرام الزبده. انا درت يلاه 150 غرام ما كفاتش، دونك غادي نزيد ديك 100 غرام ديال الزبده غادي ندوبها ونزيدها في في في, في اللوز ديالي، لان خاص باش تجيني العقده معلكه. هانتوما منين درت 150 غرام ما كفاتش، دونك غادي نزيد ديك 100 غرام غندوبها وغادي نرجع معكم نوريكم النتيجه كيفاش جات. البنات من بعد ما صايبت العقده ديال اللوز هنا البريوات ديالي صايبتهم في الورقه ديالهم. شريت ورقه ديال البسطيله تقريبا دات ليا كيلو ديال اللوز، دار ليا تقريبا كيلو وربع ديال الورقه. ها هي صايبتها بهذا الشكل. ومن بعد هاني قليتها في هاد الطيفال، انا كتعجبني هاد الطيفال واخا هكا كتقلي مزيان وكيبقاو مقرمشين وكيجيو زوينين ولداد. من بعد غادي نفندهم في العسل ديالي اللي كنت صايبته معكم في فيديو قبل. اللي ما شافش الفيديو ديال العسل يمشي يشوفه في القناه ديالي. هانتوما البنات انا قليتهم كيتقلاو مزيان حتى كيجيو يتحمروا. هانتوما شوفوا الشكل ديالهم، هنا راه باقي ما طابوش، منين يقربوا يطيبوا غادي نوريكم الشكل ديال زعما الشكل ديالهم كيفاش خاصكم تهزوهم باش ما يتحرقوش لكم ومزيان. وانا نعطيكم واحد المعلومه، الزيت خاصها تكون دافيه غير شويه فاش كتحطوا البريوات، يعني ماشي تتخليوا الزيت تكون سخونه بزاف باش اللوز يطيب لكم من الداخل، ما يبقاش ماشي غير يطيب الورقه من الخارج ويبقى لداخل اللوز ما طايبش. لا، في الاول كيفاش تحطوا اللوز تحطوا البريوات يكون العافيه مهيله وتكون الزيت ما سخونش بزاف باش الطياب كيدخل البريوات من الداخل وكيجيو مقرمشين يطيبوا من الداخل ومن الخارج. انا منين غادي يبداو يتحمروا غادي نحيدهم، من بعد غادي نشفهم يستقطروا نديرهم في العسل. منين يتعسلوا مزيان غادي نشدهم وغادي نديرهم في واحد الصفايه في داك الطبيسيل، من بعد كنحيدهم ونقدمهم بالصحه والهنا والعافيه. انا دابا شويه غير يتحمروا غادي نوريكم الشكل كيفاش كنهزهم من المقله ديالي. ها نتوما البنات راه بداو كيتحمروا، راه ما كياخذوش وقت بزاف باش كيتحمروا، كياخذوا غا واحد تقريبا ما بين 5 دقائق حتى 6 دقائق راه كتلقاوهم تحمروا. وخاصك ديما تبقاي واقفه عليهم تحركيهم شويه تقلبيهم باش كيطيبوا من جميع الجوانب ويبقاو ويلا خرجتهم كيبقاو مقرمشين. واحد المعلومه البنات غادي نعطيها لكم، انا البريوات بعض المرات ملي كتصايبيهم مثلا وتعطلتي فيهم حسيتي براسك عييتي وما فيكش اللي يقليهم ويعسلهم، ديك الساعات كنشدهم كنجمعهم في ميكا وكنديرهم في الكونجيلاتور ما كيطرى لهم حتى حاجه. كتجبدوهم كتخليوهم يطلقوا شويه يطلقوا مزيان حتى كيحيد منهم داك الثلج اللي فيهم، من بعد كتقليوهم
راه بحال بحال كيف ما قليتهم حتى الى خليتهم حتى ينشفوا وقليتوه وقليتوهم بحال الى شديتيهم ودرتيهم في الكونجيلاتور حتى كان كتكوني انت على خاطرك وعندك الوقت وجبديهم وديك الساعه قليهم وعسليهم راه كيت نفس النتيجه بحال بحال كيبقاو مقرمشين من الخارج وطريين من الداخل. ها نتوما البنات ها نتوما شتي كيفاش كان الشكل ديالهم. انا غادي دابا غادي نغسلهم في العسل. خاصهم يتغطسو مزيان في العسل باش يدخلهم داك العسل مزيان. القليه الاولى اللي درت ما شفتوش البنات كيفاش جات غزال واحد البريوه تصدقوا تبارك الله غزالين وطريين ومقرمشين طريين من الداخل ومقرمشين من الخارج واحد المذاق فيهم كيشهي. هانتوما شتو كنغطسهم مزيان باش كيشربوا داك العسل مزيان وكنخليهم فيه واحد شويه على ما كطيب القليه الاخرى ومن بعد كنشدهم وكنصفيه كنصفي البريوات ديالي. هانتوما درت دابا تقريبا القليه الثانيه ولا هي الثالثه هذه من مورا ما درت ديك القليه اللي وريتكم كيفاش غطستها في العسل وديك الشيء. هانتوما وخاص الزيت سخونه صافي خديتها فيها ماشي مشكل. غنكمل بنفس الطريقه حتى نكمل البريوات ديالي كاملين ومن بعد غادي نوريكم النتيجه النهائيه كيفاش دوك البريوات كيفاش صدقوا كيفاش تعسلوا. النتيجه النهائيه غنوريها لكم غتلقاوها في الاخر ديال الفيديو. هانتوما دابا كنصفي داك البريوات من العسل حيت قربت القليه الاخرى توجد ليا كنصفيه مزيان وكنديرو في هاد الشبيكه يستقطر. يستقطروا مزيان من داك العسل حيت كيكونوا باش يشربوه راه خليناهم تقريبا المده كامله اللي كيتقلى القليه الاخرى خليناهم باش كيستقطروا مزيان من داك العسل كيشربوا العسل ومن بعد كنصفيهم نديروهم في الشبكه ديالنا. من بعد غادي نوريكم النتيجه النهائيه في طبق التقديم. هانتوما البنات الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال البريوات بالصحه والسلامه والله يدخل عليكم هذا الشهر بالصحه والسلامه وبصحتكم بريوات. السلام عليكم البنات. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال البريوات ديالنا بالصحه والراحه. الى عجبتكم الوصفه شاركوها مع الاصدقاء ديالكم. عواش مبروكه تدخل عليكم بالصحه والسلامه واللي تمنيتو ان شاء الله. السلام عليكم.